التقت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة سعادة السيد زوراب بولولاك شفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش مشاركتها في مراسم الاحتفال الرسمي في مدينه الرياض بمناسبه الوصول الى 100 مليون سائح محلي ودولي في المملكه العربيه السعوديه خلال عام 2023 وخلال اللقاء كادت سعاده الوزيره حرص مملكه البحرين على دعم الجهود الراميه لتنميه وتطوير قطاع السياحه على المستوى العالمي. مشدده على دعم المملكه لمنظمه الامم المتحده للسياحه من اجل تسريع وتيره نمو وانتعاش القطاع السياحي ورفع معدلات ادائه على كافه الصعد واكدت وزيره السياحه جاهزيه القطاع السياحي لاستضافه المنتدى العالمي لسياحه الاطعمه 2024 الحدث العالمي الاكبر في مجال سياحه الطعام اضافه الى جاهزيه قطاع الفندقه والضيافه لاستقبال الوفود المشاركه المشاركه في الحدث وتقديم تجارب وعروض سياحيه استثنائيه لهم خلال فتره اقامتهم